ومضى العمر فينا شبابا كنا شيبا أمسينا، نجلس قبالة الشمس بمحاذاة بعضنا على الكراسي المتحركة التي أكرمت عجزنا. سقى الله أياما كان الأحباب من حولنا ولم يبقى منهم سوى ذكريات للحظات غادرت عمرنا تروي قصص حبنا التي تنسينا كهلنا. جدي صابر، أيها الصابر، حدثنا عن رمضان شبابك من فضلك. مسجد نصلي ونرجع نتعشى الجماعة، يعني هاي بيتك انت وهاي بيتي انا وهاي بيتي انت تي وانت وثاني وثالث رابع 10-20 نفر نار ثاني بيت ثاني نروح وهذا هو. ما عدنا كما كنا، لكن رفق الشباب بنا يشحد من فيض السعادة في قلوبنا. شباب يعز عليهم الإفطار بعيدا عن عائلاتهم. أما المبرر، البهجة التي ندخلها لقلوب كرامنا من كبار السن تشفع لنا عند أحبابنا. المشاركة هي عبارة عن الانضمام لكبار السن والإفطار معهم وتسليتهم والأخذ والجذب في أطراف الحديث معهم. نساعدهم ونفرح وياهم وناكل وياهم. زيارة مثل هذه، مبادرة مثل هذه راح تسعدهم، ونحن هذا هدفنا. يعني جايين اليوم عشان نغير جو ويا المسنين ونعيشهم شوية أجواء العائلة المفقودة في رمضان. طبعا هم عايشين هنا ما عندهم حد، يعني بروحهم وشي، فجايين عشان ندخل الفرحة على قلوبهم، نجلس وياهم سوالف وضحك. وقبل مضي كلماتك ما مضت عليهم السنون، ثمة من أمضى 80 رمضان لكنه أبى إلا التمسك بالمذياع، وثمة آخرون لم تذبل عيونهم بعد، ذلك أن عيونا شابت تسهر على راحتهم وتخفض لهم جناح الذل من الرحمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يتذكر الجد صابر كيف كان شهر رمضان قبل عقود خلت وكيف غدا الآن. يتذكر طويلة الأفطار التي جمعته بأحبابه وعائلته وأصدقائه وباتت من ذكريات هذا الزمن. روى لنا حكايته لكنه لم يخفي سعادته بثلة الشبان والمحسنين الذين أبوا إلا أن يشاطروه طويلة الأفطار ويحتفوا إياه بشهر رمضان. من الشريقة لليوم للحرة، ربيع أبو حسان.